لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وحلقه كلام في الميديا النهارده. بينضم لي في هذه اللحظات طبعا استاذ عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر. عمرو مساء الفل عليك. مساء الفل امير، برحب بيك وبرحب مشاهدين قناه الاهلي ومبسوط ان انا اكون معاك. انا اسعد نورنا ومشرفنا دايما طبعا. الله يخليك امير. يعني في حاجات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، خلينا نبتدي بالنادي الاهلي واستعداداته لمباراه سيمبا التنزاني ان شاء الله بعد بكره الساعه 9 مساء. شايف النادي الاهلي الفتره دي، تقييمك للفريق للمباريات السابقه بتحديد في بطوله الدوري، هل مباراه سيمبا التنزاني ممكن ما تكونش بالمباراه القويه قوي ولا شايفها مباراه صعبه؟ مفيش مباراه سهله دلوقتي. مباراه سيمبا اكيد مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي في مشواره في دوري ابطال افريقيا. الحفاظ على الصداره مهم جدا في الفتره دي، هيدي ثقه كبيره جدا للفريق في الفتره اللي جايه لبطوله الدوري ان هم يكملوا على نفس المستوى اللي فات. بقاله ثلاث مباريات الاهلي ظاهر بشكل كويس جدا، بصمات لاسارتي بدات تكون واضحه على الفريق. الناس كانت متوجسه في الاول، مفيش حاجه واضحه، لكن بقاله ثلاث مباريات البصمه بتاعته واضحه على الفريق. ابتدت تبان بصمات طبعا بدات تبان جدا في الفتره اللي فاتت دي. فاظن ان مباراه سيمبا مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما بيتعامل مع المباريات دي ان هي مباريات كؤوس عشان يخلص بدري يعني عشان ما يبقاش فيه لعبكه في الصعود للدوري. طبعا. وبعدين الاهلي مركز قوي في دوري ابطال افريقيا. السنه اللي فاتت واللي قبلها نهائي افريقيا الاهلي بيخسروا بشكل غريب جدا. فاظن لا، التركيز هيبقى قوي جدا في الفتره اللي جايه وخاصه مباراه سيمبا عشان يحافظ على الصداره لدوري ابطال افريقيا. طيب تقييمك لمستر مارتين لاسارتي لحد دلوقتي؟ انت في سياق كلامك قلت ان هو بصمته ابتدت تبان، ابرز ما يميز مستر مارتين لاسارتي خلال المباريات القليله السابقه اللي قاد فيها النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ بص، هو مش هقيمه تقييم كامل لان طبعا امتى نقدر نقيمه؟ لسه قدامه مش اقل من 6-7 مباريات. كويس. كمان انه نشوف هل هو فعلا دي الطريقه اللي هيبتدي يلعب بيها، الضغط العالي اللي عمله من المباراتين اللي فاتوا وجي تاثيرها في المباريات والناس كلها شافته انه قدر يخطف الاسبقيه ليه في بدايه المباراه. فهل ده هيفضل مستمر عليها؟ لا، هيكون هو ده النهج اللي هيكون بيلعب بيه على طول في المباريات اللي جايه. لسه قدامه فتره، لكن واضح ان هو عنده بصمه وضحت على الفريق في المباراتين اللي فاتوا. فشايف ان هو لسه قدامه يعني 6-7 مباريات كده نبتدي نقيمه ان هو فعلا يكون تقييمه تقييم كامل. تمام. خاصه كمان ان في غيابات كتير جدا للنادي الاهلي جداً. ما تقدرش تحكم عليه ان هو مدرب، اذا كان مدرب كويس ولا مدرب مش كويس فهنظلمه لو التقييم دلوقتي بتاع دلوقتي ده هيظلمه. وانا شايف التقييم بتاع كل مباراه لوحدها على حده مش كويس، يعني مره هيبقى كويس ومره هيبقى وحش على حسب ظروف المباراه وظروف اللعيبه واللعيبه خدمته ولا ما خدمتوش، في حاجات كتير جدا. فاظن الحكم عليه دلوقتي هيبقى بدري قوي. لكن في يعني بشاير، ممكن نقول بشاير بالنسبه لمستر مارتن لاسارتي ايجابيه؟ بشكل كبير في بشاير ايجابيه طبعا. ظهر على اللعيبه في مباراه المقصه ومباراه وادي دجله ان هم بينفذوا كل الطلبات اللي بيطلبها مارتن لاسارتي في المباراه، في بدايه المباراه بالاخص. الشوط الثاني الموضوع بيتحول، بس بدايه المباراه عنده مهمه جدا، الاسبقيه عنده مهمه جدا، انه يخطف في بدايه المباراه مهم جدا. مفيش فرقه هتفضل تكمل على نفس المستوى اللي هو بيلعب بيه كده، مستحيل. صح. يعني ولا بدنيا ولا فنيا ولا اللعيبه كمان، ما اعتقدش ان هي هتساعده بشكل كبير جدا ان هو يفضل يلعب 90 دقيقه بالشكل ده. لكن انه يقدر يحفظ اللعيبه ان على الاقل 35 دقيقه 30 دقيقه انه يلعب بالشكل ده في كل مباراه، لا، بصمه مهمه جدا للعيبه ما كانتش بتحصل في الفترات اللي فاتت فعلا. طيب مسيره النادي الاهلي في بطوله الدوري، احنا اتكلمنا على افريقيا ومباراه سيمبا واكيد مباراه صعبه جدا وان شاء الله نتمنى النادي الاهلي ان هو يحصد الثلاث نقاط وياخدوا خطوه اخرى جديده في مشواره الافريقي. لكن بطوله الدوري بالتحديد، هل المنافسه ما زالت قائمه ما بين ثلاثي الاهلي والزمالك؟ او خلينا نبتدي بالترتيب، الزمالك بيراميدز والاهلي، لو الاهلي ان شاء الله فاز بالمؤجلات الخاصه بيه وناقص له ماتشين بس يعني يعتبر مؤجلين، انبي والزمالك، هل النادي الاهلي في الصوره؟ طبعا طبعا في الصوره. لسه بدري جدا على موضوع ان لسه بدري. طبعا لسه بدري، ودايما الاهلي ما بيستسلمش للامور دي بدري. اظن المباراتين بتوع الزمالك وانبي المؤجلين هيبقوا ليهم عامل قوي جدا في ان النادي الاهلي يكون في ينافس بقوه، وانا اظن هو بينافس بقوه، يعني برضو المسافات قريبه جدا مش بعيده. المباريات بتاعت الدوري كلها صعبه.
شفنا الزمالك لما خسر مباراته خسر من النجوم فعلا. فاظن يعني الامور ما مش سهله خالص على التنافس طبعا. فالنادي الاهلي اظن لا في الصوره جدا. الاستقرار الفني خلال الفتره اللي فاتت دي مدي اسبقيه للنادي الاهلي، مدي اريحيه لجمهور النادي الاهلي، مدي اريحيه للعيبه. فاظن لا النادي الاهلي الفتره اللي جايه في مباريات الدوري هياخد ثقه اكبر، هياخد لعبته لما ترجع كمان من الاصابات اعتقد شكل الفرقه هيتغير تماما. مع خطه اللعب اللي بيلعب بيها مارتن لاسارتي اظن لا الشكل هيبقى مختلف جدا للنادي الاهلي بعد عوده الفريق، يعني عوده اللعيبه المصابين مع اكتمال صفوف الفريق يعني. طبعا هيبقى الوضع هيبقى صعب على باقي الفرق من النادي الاهلي. انا شايف كده يعني. وجهه نظرك الاصابات سببها ايه؟ يعني الفتره الاخيره هي مش فتره صغيره بصراحه، يعني في فتره كبيره جدا لحد دلوقتي النادي الاهلي بيعاني من اصابات. من وجهه نظرك انت ورؤيتك وتحليلك للموقف شايف الاسباب ممكن تكون ايه؟ بص انا مبدئيا مش شايف دكتور خالد محمود يتحمل مسؤوليه تمام. اصابات لعيبه النادي الاهلي. الراجل بيعالج بس الراجل بيعالج ملوش علاقه خالص بما بعد العلاج. صح. هو بيحط البرنامج واللعيب بينفذ وينزل ملعب. طبعا قضاء الله وقدره ده ما فيش خلاف عليه. انا اظن زياده الحمل البدني على لعيبه النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت مش دلوقتي، اللعيبه دلوقتي هي اللي بتجني ثمار ده باصابات. زياده حمل بدني ولا عدم يعني تواجد فتره اعداد قويه مثلا من قبل الجهاز الصابر ده؟ دي نقطه برضو يعني. هو بس عشان الشكل الدوري الموسم ده مع الموسم اللي فات فالمده كانت قصيره جدا. فما كانش فيه فتره اعداد، زائد ان الاحمال البدنيه ممكن تكون اتعملت بشكل مش صحيح فاثر على اللعيبه، فواضح الاصابات الكتير اللي دلوقتي ظهرت على لعيبه النادي الاهلي، زائد طبعا مباريات النادي الاهلي سواء في افريقيا وبطوله العربيه قبل ما النادي الاهلي يخرج ومع بطوله الدوري مع الكاس اظن مباريات كتير جدا دي تاثر على اي فرقه. الاهلي بيلعب كل 3 ايام ماتش كتير. بص هو ده الطبيعي بس مش ده الطبيعي عندنا في مصر. يعني اللعيبه عندنا مش متعوده على الحمل. صح. ده سواء بقى الحمل البدني، حمل المباريات، المباريات غير التدريب، غير يعني غير المباريات الوديه، المباريات الرسميه غير المباريات الوديه غير التدريب. فكل حاجه ليها حاجه. اظن ان هو ده السبب من وجهه نظري ان الحمل البدني كان زياده مع بدايه فتره اعداد، ما فيش فتره اعداد، زائد ضغط المباريات. ضغط المباريات ده بيؤدي للاصابات اكيد. اكيد طبعا. وبعدين وخطوه كويسه جدا مجلس اداره النادي الاهلي في استخدام اجهزه الاستشفاء. طبعا ده شيء كان ده كان شيء كان ما كانش ينفع ما يكونش موجود في النادي الاهلي. يعني اظن النادي الاهلي نادي بحجم النادي الاهلي طبعاً. كان لازم يكون موجود فيه اجهزه بالشكل ده من فتره طويله. طب عايز اخد رايك في عوده بعض اللاعبين ويمكن ابرزهم جونيور اجاي، وايه الاضافه اللي ممكن يكون ضافها او هيضيفها كمان خلال الفتره الجايه اجاي بالتحديد؟ اجاي لعيب قوي جدا فنيا، مفيد جدا للنادي الاهلي في الفتره ما قبل اصابته، اثر على النادي الاهلي بعدم وجوده الفتره اللي فاتت. اظن وجوده هيبقى عامل قوه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه مع عوده باقي اللعيبه المصابه. صفوف الفريق هتكتمل بشكل كويس جدا. التناغم اللي ما بينه دلوقتي ما بينه وما بين رمضان وما بين وحسين الشحات والثلاثي اللي تحتيه اظن هيفرق جدا مع النادي الاهلي. لعيب ذكي اجاي، لعيب لسه سنه صغير بيعرف يتصرف في الكوره كويس يعني برضو ما شاء الله يعني. فاظن ان هو هيبقى مفيد جدا 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 للنادي الاهلي. هو انا اهم اثنين شايفهم هيفيدوا النادي الاهلي هو رمضان صبحي وجونيور اجاي. الاثنين فارقين جدا مع النادي الاهلي. اجاي ما خدش وقت بعد عوده اصابته. ده هدف طبعا اجاي في المقصه. هدف لا هو هدف بصراحه لعيب هايل وبيعرف يتصرف في الكوره كويس جدا وعنده قرار القرار الاولاني هو اللي بياخده ما بيتاخرش في قراراته. فاظن لا هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. عنصر مهم جدا في للنادي الاهلي خاصه بعد اصابه مروان محسن وازارو. اجاي حل الموضوع ده بسرعه وقدر يأقلم نفسه ان هو هيكون موجود في المكان ده مش هياخد تدريجي. يعني كان المفروض اصلا اجاي يرجع تدريجيا واحد. لكن هو اقلم نفسه وهيأ نفسه جدا ان هو يكون موجود بشكل اساسي مع النادي الاهلي. فلا هيفرق جامد جدا في الفتره اللي جايه جونيور اجاي. ابرز العناصر اللي لفتت نظرك في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت بالتحديد واخر كام ماتش اللي قدر النادي الاهلي يفوز بيهم سواء في افريقيا او الدوري؟ رمضان صبحي طبعا. رمضان صبحي فارق جدا مع النادي الاهلي. واضح جدا ان اللعيبه كمان واثقه فيه جدا. فكره انه
هو اللي بيبصم على كل كوره دي. واضح من اللعيبه واثقه في امكانيات رمضان، ورمضان ورمضان كمان واضح جدا انه مشتاق انه يقدم حاجه كويسه، واثق في نفسه جدا. فلا، اهم عنصر في النادي الاهلي هو رمضان صبحي في الفتره اللي فاتت. والتالق الملفت بصراحه لعمرو السوليه كمان الفتره اللي فاتت او اخر ماتشين بالتحديد بجانب محمد هاني وكريم نيدفيد. انا كريم نيدفيد عايز اقف عنده شويه بصراحه، هنقف عنده كتير. لازم اتظلم بصراحه لازم. كريم نيدفيد ده واجه انتقادات كبيره جدا جدا جدا، وقدر ان هو يرجع ويشارك ويتالق كمان بصراحه. اظن كريم نيدفيد حقه على حقه لازم يرجع في الفتره دي فعلاً. بصراحه مقدم مستوى طيب جدا من بدايه الموسم، مش من الماتشين ثلاثه اللي فاتوا بس، من بدايه الموسم هو مقدم بشكل كويس جدا. فارق مع النادي الاهلي، يلعب باك رايت بيلعب باك رايت، يلعب في نص الملعب بيلعب في نص الملعب، يلعب تحت راسين الحربه بيلعب. فاظن اللعيب الجوكر ده هو كان نيدفيد، اظن انه كان محتاج ثقه، ياخد ثقه من اللعيبه وياخد ثقه في نفسه عشان يكون يقدم بالمستوى اللي هو مقدم بيه دلوقتي. عنصر جديد عنصر مهم جدا، انا شايف عنصر مهم جدا. محمد هاني مش الموسم ده، محمد هاني بصراحه من الموسم اللي فات مقدم موسم كويس جدا، بيلعب مساك زيه زي ايمن اشرف، يلعب مساك بيلعب مساك، يلعب باك رايت وبيأدي بشكل كويس يعني. طبعا عنده اخطاء لانه مش مركزه، بس لعيب بيأدي بشكل محترم مع النادي الاهلي، خد شخصيه النادي الاهلي. هو ده اللي كنا بنتكلم عنه، ان اللعيبه الصغيره لما تطلع في وسط اللعيبه الكبيره وتبتدي تاخد الاجواء هيفرق جدا معاه، هتفرق مع شخصيته جدا في الملعب. فاظن محمد هاني وكريم نيدفيد وايمن اشرف مقدمين مستوى كويس جدا. الناس بتلوم عليهم في بعض الاخطاء، وده الطبيعي، مفيش لعيب مش هيغلط في الملعب يعني، بس حقهم ان هم لازم يتم الاشاره بيهم. كمان لما انت ممكن تغلط وانت بتلعب في مكان اصلا مش مكانك يعني، فلازم يعني الجمهور يحط حساب بالنقطه دي، ان ممكن لعيب مش مكانه الاساسي بس مضطر ان هو يلعب عشان يسد ثغره معينه او غيابات معينه في صفوف الفريق، فبالتالي لازم تحسب اكيد بالنسبه للعيبه. طبعا اكيد، واللعيبه اللي وقفت مع كريم نيدفيد بالذات في الفتره اللي فاتت هي اللي اديته الثقه انه يرجع تاني بشكل كويس فعلا. وان هو يقدر يقف على رجليه تاني وانه يسد ودنه على الانتقادات دي. انت لعيب كويس واحنا واثقين فيك، ادي من غير ما تسمع اي حاجه من بره. طبعا كنت انا واحد من الناس اللي انتقدت كريم نيدفيد، بس كان اخطاؤه بشكل كبير جدا في الملعب. الوقت اللي كان بينزل فيه كان وقت صعب، فما كانش بيبقى عليه ضغوط، كان بيبقى عليه ضغوط بشكل كبير جدا انه لازم يبقى ينزل يعمل الفارق. فلما بينزل ما بيعملش الفارق مع الفريق، فبيغلط، فبيبقى شكله مش كويس في الملعب، فبيتم انتقاده. انت ما ينفعش ان هي دي تكون خامه لعيبه النادي الاهلي. لكن هو بصراحه يعني رد على كل الانتقادات دي بشخصيته، ان هو قدر يرجع نفسه، قدر يقف على رجليه تاني، وقدر يفيد دلوقتي الفريق، عنصر مهم جدا جوه النادي الاهلي، احد العناصر الهامه جدا بكل تاكيد كريم نيدفيد. لكن عايز اخد تقييمك ايضا للصفقات الجديده اللي ضمها النادي الاهلي واللي شارك منهم يعني حتى الان بعضهم، واكيد ممكن يكونوا ادوا مباريات جيده في بعض الاحيان، بعض الاحيان ممكن ما تكونش المستوى المتوقع. عايز اخد تقييمك انت للصفقات الجديده بالنسبه لنا. زي ما يعني الوحيد عشان الاجواء مش مختلفه عنه، يعني الاجواء عشان مش مختلفه، هو عايش الاجواء مع النادي الاهلي دايما، حتى وهو في انجلترا كان متعايش جدا مع اللعيبه. لسه ما نقدر زي مارتن ناصرتي ما اقدرش احكم لك بشكل كامل على اللعيبه كلها. حسين الشحات لسه اكيد بالتاكيد عنده اكتر من كده بكتير، الجماهير لسه منتظره منه جزء من اللي كان بيقدمه مع فريق العين الاماراتي. اظن لسه حسين الشحات ما دخلش الاجواء بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، محتاج الفتره اللي جايه يركز مع الفريق اكتر من كده، لان عنده امكانيات تاهله ان هو يكون في وضع تاني مع النادي الاهلي. فاظن حسين الشحات لسه. جيرالدو لعيب بصماته برضه وضحت من اول لمساته يعني موجوده مع الفريق، اللعيب هيبقى ليه شان كبير جدا مع الفرقه في الفتره اللي جايه. ياسر ابراهيم مثلا مدافع كنا الاهلي كان محتاجه طبعا بشكل كبير جدا، وهو كان مأدي في سموحه بشكل طيب. هيفرق لما الصف ده يكتمل مظبوط يعني. برضه لسه ما تقدرش تحكم عليه لانه ما لعبش جنب سعد سمير غير الماتش اللي فات، وسعد اتصاب يعني لسه هو ما لعبش كمان يعني. هو خرج مكانه سعد، فسعد نزل مكانه. فلسه ما لعبش جنب سعد، لسه ما لعبش جنب احمد فتحي، فلسه الخط ده لسه فيه
شغل كتير، في اصابات كتير، فتحكم عليه برضو لما الخط ده كله يكتمل. فلسه برضو ما تقدرش تحكم عليه. محمد محمود طبعا ربنا يرجعه بالسلامه طبعا، اظن الصفقه كانت هتفرق جدا 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 مع النادي الاهلي، خاصه انه بدا خد الثقه يعني مع اول مباراتين خد الثقه، عنده الشخصيه بصراحه الواضحه وضحت وضحت جدا في الملعب مع المباراه اللي اتصاب فيها. طبعا كان فارق، كان عامل شغل كويس جدا في الملعب. ف محمد محمود لما يرجع هيكون ليه شان كبير جدا. لسه طبعا حمدي فتحي كمان لعيب هايل، اظن انه هي صفقه برضو هتبقى من الصفقات المهمه جدا للنادي الاهلي. نص الملعب كان محتاج لعيب عاقل وهادي ورزين ورزين كده زي حمدي فتحي، فلا هيفرق جدا مع الفريق الفتره الجايه. النادي الاهلي اصبح عنده قائمه كامله من اللاعبين المميزين في حاله طبعا عوده المصابين. طبعا قائمة قوية بعد الإصابات لما ترجع والصفقات اللي أنت جبتها، أعتقد يعني قائمة بقت متكاملة بالنسبة لي. بالتأكيد وليد سليمان غايب بقاله قد إيه؟ بقاله أسبوع كده تقريبا. حد حاسس في لا لا، بس طبعا لعيب مهم طبعا، ليه دور ما اختلفناش. أنا بتكلم إن البديل بتاع وليد سليمان بقى موجود وبقى يأدي بشكل كويس جدا، فبالتالي لما وليد سليمان خرج من الفرقة ما بقاش فيه تأثير قوي جدا زي ما كان بيحصل في الفترات اللي فاتت. صح. ان اللعيبه كتير كانت بعيده عن مستواها، فلما كانت بتنزل كان الشكل بيبقى مختلف، لكن دلوقتي لا. الوليد سليمان زي اجاي لما بدا على طول بالزبط. زي رمضان محسن رمضان صبحي لما دخل، زي حسين الشحات لما دخل، زي ناصر ماهر اللي بدا يستعيد مستواه طبعا. بشكل كبير جدا طبعا. في الفتره الاخيره. فاظن لا، اللعيب اللي بيغيب في لعيب مكانه موجود مركز، ان اول ما هيجي له الفرصه هيمسك فيها بشكل كويس. يا رب ان شاء الله نتمنى لكل المصابين في النادي الاهلي كل الشفاء خلال الفتره الجايه، عشان يكونوا متاحين بشكل اكبر للجهاز الفني ويقدر يتحرك في الاوراق اللي عنده اللاعبين المتواجدين. هيبقى عنده اوراق كتير. عندك اسماء كبيره جدا. عندك احمد فتحي لسه. احمد فتحي مصاب وغايب. وليد ازارو لعيب كبير جدا في كل خط، فيه لعيب مؤثر يعني سعد سمير، احمد فتحي، حسام عاشور، وليد ازارو، وليد سليمان. لما العمود الفقري بتاع الفرقه كله غايب، فلما ده يرجع مع مارتن لاسارتي مع الفكر اللي هو عايز يطبقه، اظن ان النادي الاهلي هيبقى ليه شكل مختلف تماما. يا رب ان شاء الله. طيب النهارده اخر يوم النادي الاهلي هيتم فيه قيد اثنين او المكانين الناقصين النادي الاهلي في القائمه الافريقيه، ان شاء الله هيتم قيدهم النهارده، لان النهارده اخر يوم طبعا فتره الانتقالات الشتويه، والقائمه هيتم اغلاقها النهارده الساعه 12 بالليل. 12 بالليل. توقعاتك للاثنين اللي هيكونوا متواجدين في قائمه النادي الاهلي؟ كل الانباء خارجه ان صالح جمعه هيكون واحد من الاثنين اللي موجودين في القائمه الافريقيه. في بقى مفاضله ما بين محمود وحيد وما بين احمد ربيعة. الشيخ ورامي ربيعه وعمرو جمال. انا اظن ان عمرو جمال لازم يكون واحد من الناس المتأيده الفتره اللي جايه في القائمه الافريقيه، حتى رغم ان انت عندك ثلاث مهاجمين وبالاضافه كمان الاجايل اللي ممكن بيجيد في هذا المكان. ما هو في اصابات. ما هو محمود وحيد، في ايمن اشرف، وفي علي معلول، وفي فمحمود وحيد انا مش شايف انه هيكون ليه دلاله قويه جوه القائمه الافريقيه دلوقتي. ايمن اشرف بيقوم بالدور، علي معلول بيقوم بالدور، فمحمود وحيد ما اعتقدش ان هو يكون موجود. بس برضو الانباء خارجه ان محمود وحيد هيكون من هو الاقرب اللي يكون موجود، هو صالح جمعه. بس انا شايف ان عمرو جمال لازم يكون موجود. رامي ربيعه بقاله فتره طويله جدا. عمرو برضو بقاله فتره طويله، بس احنا بنتكلم على المركز اللي انت محتاجه. اظن الخط الدفاع محمد هاني وايمن اشرف وسعد سمير لما يرجع وياسر ابراهيم، ما يعني قايمين بالدور بشكل كويس جدا. رامي ربيعه لو دخل بقاله فتره طويله جدا بعيد عن الاجواء. رامي تقريبا سنه، اكتر من سنه كمان، اكتر من سنه، اكتر من سنه، بعيد قوي رامي. يعني حتى عشان يبتدي يتجهز نفسيا كويس الفتره الجايه. طبعا رامي لعيب كبير جدا، فعشان يتجهز بشكل كويس جدا ما يتمش، انا مش عايز اقول ما يتحرقش في القائمه الافريقيه لو خد ولا قدر الله ما وفقش في ماتش من المطوشه. فانا شايف رامي ربيعه يعني اختيار بعيد شويه، خصوصا ان هو محتاج يتجهز تدريجيا بكل تاكيد طبعا يعني بعد الفتره الكبيره دي من الغياب. يعني لا، هي دي، هو ده اللي انا بكلمك فيه، انه ما ينفعش. وعمرو جمال نفس الكلام، حتى لو تم ايقاده ما ينفع برضه، لازم. الفرق ما بين عمرو ورامي ان عمرو كان مش مصاب، هو كانش متأيد بس، لكن رامي كان مصاب ولعب يعني، وكان يعني كان يعني بعيد عن الفتره الاخيره دي. كان بيلعب جنوب افريقيا، يعني جنوب افريقيا وفنلندا اعتقد. ايوه فيعني لعب يعني كان رجليه في الملعب. لكن رامي بقاله فتره كبيره جدا من اصابه لاصابه من اصابه لاصابه، فما لعبش ولا مباراه. فاظن عمرو حتى تجهيزه هيبقى اسهل من تجهيز رامي ربيعه في المباريات. فهو صالح جمعه
انا شايف برضو صالح جمعه المركز ده موجود فيه لعيبه كتير تقدر تاديه. يعني زي مين غير ناصر ماهر؟ في وليد سليمان، حسين شحات بيلعب المركز ده. يعني في كريم ندفد، بس طبعا ما بيلعبش نفس بس تقدر تستفيد بيه. لكن بس في بعض الاحيان انت بتحتاج لعيب عنده المهاره العاليه ممكن من خلالها يقدر يخلص مباراه زي صالح جمعه، ودي بصراحه حقيقه. يعني صالح جمعه اللعيب ما فيش اعتقد اتنين يختلفوا على قدراته ومهاراته. اكيد طبعا صالح لعيب مهم، بس برضو صالح بقاله فتره بعيد. ماشي بشكل كويس، واضح جدا انه مركز، وطبعا واضح جدا انه ملتزم، واضح جدا انه مركز، باين عليه، يعني باين على جسمه، باين على تدريباته، باين ان هو عايز فعلا المره دي يرجع بشكل كويس جدا، لانه اكيد هو حاسس ان هي دي الفرصه الاخيره، ما مش هتتكرر له تاني. بس في برضه لعيبه كتير مكانه موجوده. انا عايز جونر اجاي دلوقتي بيلعب لوحده، ما في حد تاني معاه؟ لا مفيش. فاظن ان عمرو جمال في صلاح محسن يعتبر لسه راجع من بس لسه برضه الراجل برضه مارتن لاسارتي عنده حاجه كويسه، انه اللعيب اللي بيرجع ما بيدلوش على طول، فبيتأنى كويس جدا. او طبعا شيء مهم عشان اللعيب يبقى كامل بدنيا، كامل، الاستشفاء بتاعه معمول كويس بنسبه 100%. بيخش الاجواء بتاعه المباريات واحده واحده، فلازم يبقى اللي بيعمله مارتن لاسارتي ده هو المظبوط. فانا شايف عمرو جمال لازم يبقى موجود في الاثنين بتوع القائمه الافريقيه، والتاني اكيد هو خلاص الانباء كلها خارجه ان صالح جمعه واحد من الاثنين يعني. تمام. طب عايز اخدك لملف اخر وجزئيه اخرى مهمه جدا، واكيد انت تابعت البيانات الكثيره اللي خرجت سواء من بيراميدز او كمان تضامن نادي الزمالك معاه ورد اتحاد الكوره. رايك ايه في المشهد ده؟ مشهد مش كويس طبعا. الكره المصريه في موسم الانديه كلها عارفه ان هو موسم استثنائي، وبقى استثنائي اكتر لما مصر خدت تنظيم بطوله امم افريقيا. فمالوش لازمه اللي حصل، انا من وجهه نظري ان اللي حصل ملوش اي لازمه. ليه دلوقتي الناس افتكرت ان في مباريات مؤجله فما اتلعبتش فلازم تتلعب عشان انا العب؟ مش معنى دلوقتي، ليه دلوقتي بالذات؟ من وجهه نظرك ليه دلوقتي؟ طيب تفسيرك انت. ما عنديش تفسير بصراحه، يعني ما عنديش تفسير ايه السبب. كل الانديه عندها مباريات مؤجله. ما عندكش تفسير لموقف بيراميدز وما عندكش تفسير لموقف الزمالك؟ ما عنديش تفسير خالص خالص، ما لهاش مبرر، ما فيش اي مبرر للي حصل، خاصه ان الامور كانت ماشيه بشكل كويس. المباراه بتتلعب، ضغط المباريات على الكل، مش على فريق بعينه بالذات. على فكره على الكل، على الجميع. الاهلي كان اكتر فريق، عشان كان عنده عشان الاهلي كان عنده مباريات كتير، وفي نفس الوقت عنده بطوله افريقيا بيشارك فيها. ونفس الامر للزمالك لما هيجي يلعب الكونفدراليه هتاجل له مباريات كتير جدا. بالظبط. فهي يعني الله يكون في عون الحاج عامر حسين. طبعًا بصراحه طبعًا يعني طبعًا. للامانه الراجل ده شايل حاجات كتير جدا. فانا ما عنديش مبرر خالص للي حصل. مع ان بيان اتحاد كوره يعني بيان عايم. عايم كالعاده طبعا. مفيش قرار طلع. يعني ايه مسانده اتحاد الكوره للحاج عامر حسين؟ الطبيعي الطبيعي ان اتحاد الكوره يساند الحاج عامر حسين، ان هم على مسافه واحده من كل الفرق، وان الاهم بالنسبه لهم. ما هو ده الطبيعي. هو هل في حاجه مختلفه؟ حاجه جديده. ده ايه الجديد بقى؟ ايه الجديد في البيان؟ ان الحاج عامر حسين زعل فاحنا نراضيه؟ انا مش شايف ان دي حتى مراضيه للحاج عامر حسين. يعني الحاج عامر حسين دي مش ده فين المرضيه بالنسبه له؟ ان انت بتدعمه، انت لازم تكون بتدعمه. انا راجل بشتغل معاك في اتحاد الكوره بقالي سنين، بتعرض لانتقاد مش طبيعي. عنده اخطاء، اكيد عنده اخطاء، عنده اخطاء على, على 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 الكل، مفيش حد ما بيغلطش. بس هو السنه دي بالذات معذور اكتر. سنه السنه اللي فاتت كان معذور، السنه اللي فاتت تعتبر، بس السنه دي اكتر عشان بطوله الامم الافريقيه وعشان ضغط المباريات والتنظيم او اختلاف مواعيد بطوله دوري ابطال افريقيا. كمان انت تعتبر تلعب بطوله دوري ابطال هنا افريقيا نقطة مرتين. هنا نقطه واحد. كويسه جدا. بقى هل الانديه ما كانتش عارفه؟ لا، كانوا عارفين ومتبلغين قبل بدايه المسابقه ووافقوا. وافقوا. طب احنا ليه بنعمل كده؟ في ايه المبرر؟ ما انا بحاول ادور على مبرر. مفيش اي مبرر، سواء اللي خرج من نادي بيراميدز او اللي خرج من نادي الزمالك التضامن على ان ماتش يتلعب. يعني ده ماتش، هم بيتكلموا كل ده ان ماتش يتلعب، ما هيتلعب. طيب المباراه بتاعت الاهلي والزمالك متحدده 30 مارس بقى لها قد ايه؟ فتره كبيره. طب ليه دلوقتي احنا عايزين، يعني ليه دلوقتي الطلب ان هي تتقدم؟ في تخيلك لو ما كانش بيراميدز خرج بيان كان ممكن الزمالك يطلع؟ لا طبعا، لا ما كانش الزمالك. لا 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 لا
ما طب بتفسر بايه تضامن الزمالك مع بيان بيراميدز؟ انا شايف ان دي حرب التصريحات اللي زي ما بنقول يعني دي حرب التصريحات وحرب الضغوطات اللي بتحصل الفتره اللي فاتت سواء من هنا او من هنا، ان انا شايف اضغط على نادي الزمالك عشان الامور تتلعبك، اضغط على النادي الاهلي عشان الامور تتلعب، اضغط على نادي بيراميدز عشان، انا شايف ان دي كلها حرب تصريحات لا اكثر ولا اقل وملهاش برضو لازمه. يعني حتى لو هي حرب تصريحات ملهاش لازمه دلوقتي، الفتره اللي جايه دي على الكره المصريه على الرياضه المصريه مهمه جدا. لو الانديه ما تكتفتش على الفتره اللي جايه دي ايه اللي هيحصل؟ صعب جدا اللي بيحصل الفتره دي بصراحه، ولازم يكون في وقفه لازم طب انت كنت بتسال من شويه ايه سبب ان هم خرجوا يتكلموا دلوقتي مع ان كل المواعيد معروفه وكل الظروف معروفه بالنسبه لكل الانديه؟ هل عوده بعض المصابين في صفوف النادي الاهلي، انا بتكلم بجد بحياديه يعني مش عشان فقرات الاهلي بنتكلم عنه، لكن هل عوده بعض المصابين الصفقات اللي جابها النادي الاهلي ممكن يبقى ادى قلق لبعض الفرق من وجهه نظرك؟ فبالتالي خرجت التصريحات دي، بالتالي خرجت البيانات دي من لو قلق هو يعني لو قلق على نادي الزمالك، انت نادي الزمالك انت متصدر الدوري وماشيين بصراحه بشكل جيد مش جدا كويس جدا بصراحة جدا بصراحه بيقدم مباريات كبيره ونفس يعني الامر على بيراميدز وعن نفس الامر على بيراميدز مقدمين برضو مستوى كويس جدا في المباريات. المباراه الاخيره ما بين بيراميدز والزمالك كان وراء اكثر من رائعه، كانت مباراه ممتعه جدا، كانها مباراه في الدوري الانجليزي جدا. الشكل كان كويس، اللعيبه كانت هاديه في الملعب، ما حصلش المباراه كمان ما وقفتش كتير عشان كانوا عايزين يلعبوا كوره، هو وعشان الحكم طبعا عشان الحكم، مش كل شويه صفاره في احتكاكات مش شرط تتحسب تبقى عاديه في الكوره وقوانين اللعبه بشكل طبيعي، وده اللي طبق من خلال الحكم الايطالي في هذه المباراه بصراحه، وادى لاثاره ومتعه من خلال المباراه. كان هايل، واللعيبه كانت عاد المسؤوليه والجهازين الفنيين كانوا عاد المسؤوليه، كل الامر كله في مباراه بيراميدز والزمالك كان اكثر من رائع بصراحه. ما اظنش عشان الاهلي عمل صفقات وماشي بشكل كويس فدلوقتي هيتم ان يتم الضغط على النادي الاهلي عشان يقف شويه، يعني انا شايفها حرب تصريحات بس، ما فيش حاجه من وراها تاني غير ان هي تكون حرب تصريحات ما بين الثلاثه، ان كل واحد عايز يشوف هوقف التاني ازاي، وتضامن حرب نفسيه يعني. طبعا حرب نفسيه ما بين الثلاثه. التضامن ايه كنت هتقول؟ التضامن ملوش معنى، ملوش معنى. شايف ان الدوري ممكن يتلغي؟ هل دي مؤشرات لالغاء بطوله الدوري؟ احنا طبعا ما نتمناش كده خالص، لان مهم جدا البطوله تستكمل، ومهم جدا بلد كبيره بحجم مصر ان ما يتكلمش ناس كتير عليها يقول لك الدوري اتلغى وهم هينظموا بطوله الامم الافريقيه ازاي؟ السمعه هتبقى وحشه. هل انت شايف ان الدوري في اتجاه الالغاء بالطريقه دي؟ هو بعيد عن السمعه. يعني نركن موضوع ان السمعه هتبقى وحشه، لان دي هتبقى وحشه فعلا. بصراحه. يتلغي ليه؟ برضه ما فيش سبب واضح لالغاء الدوري. المباريات بتتلعب بشكل كويس، الانديه ملتزمه، مضغوطين مضغوطين وكله وافق على موضوع الضغط ده، كل نادي من الانديه عمل تدعيم لفريقه بشكل قوي جدا فعلا. ده يعني انا شايف الانتقالات يناير اقوى من انتقالات الصيفيه، كل نادي دعم ب8 9 لعيبه في فرقته. فلا كل ده هيروح فين؟ ونرجع لنفس المشكله، لما دلوقتي مفيش هبوط فهيبقى في صعود من الدرجه الثانيه، طب الدرجه الثانيه هتطلعوا هيبقوا 21، هتبقى ازمه كبيره جدا. فما ينفعش يتلغي طبعا، طبعا ما ينفعش يتلغي، انا ضد الغاء الدوري طبعا. هو اكيد كلنا ضد الغاء الدوري، لكن هل كل اللي بيحصل ده ممكن في النهايه يؤدي لبعض المشاكل؟ المشاكل دي ممكن تؤدي لتاجيل بعض المباريات، فبالتالي الدوري ممكن يتلغي، لان انت ما ينفعش تاجل خلاص مباريات تاني، لان اعتقد الدوري عشان يستكمل على حسب تصريحات اتحاد الكره والحاج عامر حسين، او عشان ينتهي بطوله الدوري ممكن على نص شهر اغسطس مثلا. طبعا. هو بص الجمعيه العموميه هتبتدي موسم جديد امتى كده؟ الجمعيه العموميه لاتحاد مصر كره القدم يعني لو وافقت على القرار ده، انا رايي الجميع يستقيل بالانديه طبعا، هو هيبقى مش على قدر المسؤوليه طبعا، واتحاد الكوره مش على قدر المسؤوليه، وانت المفروض انت مسؤول، انت راجل مسؤول، ده يعني عندك الضغوطات وعارف ان هيبقى في ضغوطات وعارف ان هيبقى في مشاكل، فانت راجل جاي في المكان ده عشان تحل لي كل المشاكل دي. فمش عشان تريح بالك من المشاكل دي تقول طب يا جماعه خلاص احنا هنلغي الدوري. ده مش حل، ده مش حل خالص. انا لو ده حصل بطالب كل المسؤولين سواء انديه او اتحاد مصر كره القدم انه يقدم استقالته فورا ويمشي. لازم كده هو راجل مش اهل للثقه ان هو يكون موجود في المكانه دي. طب ليه النغمه دي بتتردد الفتره اللي فاتت؟ الغاء الدوري، الغاء الدوري، ليه النغمه دي طالعه؟
من ضمن الحرب النفسيه اللي موجوده. هو مين اللي هيتضر؟ الانديه. واللي بيطلع موضوع ان هو ينسحب من الدوري هو الانديه. بالظبط. ايه الاستفاده؟ ده انت اكتر واحد، انت أكتر انت اكتر واحد هتتضر. النادي اكتر، انت صرفت الفلوس دي كلها. صح. هتعمل ايه؟ انت بتصرف عشان يكون في ناتج في النهايه. صح. ان يكون عندك حاجه كويسه تطلع، سواء بقى شاركت في دوري ابطال افريقيا، سواء خدت بطوله الدوري العام، تطلع في المربع الذهبي الكونفدراليه. فانت ليه بتعمل ده دلوقتي؟ فانا اظن ان هي حرب نفسيه برضو يعني. وهيجي ساعه الجد كله يقول لك لا انا مش عايز انسحب. يعني ساعه الجد لما يجي اتحاد الكره، خلي اتحاد الكره يعمل جمعيه عموميه دلوقتي ويعمل استفتاء على انسحاب، ان الدوري يتلغي. كل الانديه هتقول لا. طب يا جماعه هتقولوا لا، طب ما احنا يبقى نمشي زي ما احنا ماشيين. بالظبط. ومصلحه الكره المصريه اهم من مصلحه كل الانديه. اللي عنده حل يجي يقدمه. انا شايف ان عنده حل. انا راجل ليا صوت في الجمعيه العموميه وشايف ان في مشكله. انا عندي حلول. هروح للاتحاد المصري لكره القدم، ادي حل. بالظبط. شوف الحل ده. قول اقتراحاتك. قول، ما من حقك، انت راجل ليك صوت داخل الجمعيه العموميه، والناس دي مسؤول عن، انت مسؤول عنهم. فقول قول حقك، ان اللي بيكفله القانون، اللي بيكفله اللائحه، كل حاجه. روح قول انا عندي اقتراح بان الدوري مش كلام بقى في المطلق، مش هو لا انا مش هلعب غير لما الماتش ده يتلعب. طب ماشي، ما هو متحدد له ميعاد. بالظبط. هو الكلام ده يعني كان يبقى بيراميدز ونادي الزمالك معاهم حق لو قالوه بدري شويه. لا، لو الماتش مش متحدد له ميعاد، لو الماتش متاجل لاجل غير مسمى، ملوش ميعاد محدد، كده ساعتها يبقى كلام بيراميدز وكلام نادي الزمالك معاهم حق طبعا. لازم يبقى فيه ميعاد محدد للمباراه. تمام. لكن المباراه متحدده فملوش اي لازمه خالص اللي حصل. بالمناسبه كمان زي ما قلنا في بدايه الحلقه، الزمالك لسه ناقص له الاسماعيلي من الدور الاول على فكره، لسه ما لعبش الاسماعيلي. مش متحدد. لا، اتحددت النهارده في شهر ابريل. طيب. يعني هتكون بعد مباراه الاهلي والزمالك. هل النادي الاهلي بقى ممكن يطلع ساعتها ويقول لك لا انا مش هلعب مباراه الزمالك غير لما الزمالك يلعب ماتش مع الاسماعيلي، ماتش مؤجل من الدور الاول؟ غريبه جدا يعني بصراحه، ما يعني مش شايف اي مبرر. طيب خلينا نختم بالمنتخب ومستر اجيري، وعندنا معسكر في شهر 3 اكيد، معسكر مهم جدا، مباراه النيجر وبعديها مباراه وديه امام نيجيريا. هل في عناصر لفتت نظرك في بطوله الدوري العام ممكن تكون جديده في صفوف المنتخب خلال الفتره الجايه؟ في لعيبه كتير كويسه جدا الفتره اللي فاتت. اجيري اعتقد محظوظ في عن كوبر انه عنده اختيارات كتير جدا الفتره دي. عنده لعيبه ظهرت بشكل كويس جدا، كانت بعيده عن مستواها وقدرت ان هي تستعيد مستواها، واحد زي عمرو السوليه في نادي الزمالك. يعني برضو في لعيبه كتير جدا تستحق نغمة موضوع اللعيبة الكبار ده. أظن لازم الموضوع يخلص. اللعيب اللي هيفيدني هو لازم يكون موجود. واحد عبد الله السعيد مقدم مباراة رائعة مع نادي بيراميدز بعد ما انضم لنادي بيراميدز. عناصر جديدة بشكل قوي، محدش لفت نظري بشكل كبير جدا من العناصر. يعني كان محمد محمود قبل اصابته، وكان اوريدي كان اجيري مقتنع بامكانياته جدا ان هو فادي دجله. كريم ندفد من الاهلي ممكن. كريم ندفد يبقى في الحسابات. على المكان ده زحمه شويه. يعني المكان ده زحمه، بس خصوصا ان فكر الجهاز الفني هم بيفكروا في اللاعبين الصغيرين شويه، وده كان تصريح صابت بالنسبه لهم. يعني اللعيب الصغير ماشي، اللعيب الصغير بس يكون في يكون مكانه موجود. طبعا اكيد بيبقى في حسابات خاصه بالجهاز الفني منتخب مصر، واكيد نتمنى لهم كل التوفيق، وخصوصا ان هم هيستعدوا لبطوله مهمه جدا هي بطوله الامم الافريقيه. واصبح المطلب الرئيسي للشعب المصري والجمهور المصري هو الفوز بهذه البطوله، خصوصا ان هي تقام على الاراضي المصريه، وان شاء الله نتمنى تنظيم يبقى جيد. سريعا، متوقع التنظيم يبقى جيد من قبل مصر؟ اكيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ عمرو الجرزاوي طبعا نورتني وشرفتني النهارده الناقد الرياضي بالفجر، كنت سعيد جدا ان انت معايا النهارده. ربنا يخليك امير، انا اسعد. ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده، وحلقه كانت مهمه واتكلمنا فيها في العديد والعديد من الامور الهامه على الساحة المصرية والساحة العالمية، وكمان كل ما يخص النادي الأهلي واستعداداته لمباراة سيمبا تنزاني بعد بكرة إن شاء الله. نتمنى له فيها كل التوفيق ويقدر يحصد 3 نقاط جديدة في مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. دي كانت حلقتنا النهاردة، استنونا حلقة جديدة من كلام في الميديا. إلى اللقاء.